أهلا بكم إلى الميدانية. عدوان أمريكي على سوريا والعراق، غارات مكثفة بذخائر تصفها واشنطن بالدقيقة. الحدود السورية العراقية كانت أكثر المناطق تعرضا للاستهداف الأمريكي. تقول الولايات المتحدة إن هذه الغارات هي بداية حملة تستمر أياما. في المقابل جددت المقاومة العراقية استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق. فما الدلالات الميدانية لهذا المشهد؟ في غزة يتواصل الاشتباك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في خان يونس، وبرزت عودة الأحزمة النارية التي يضرب بها الاحتلال مربعات سكنية في القطاع. أما في اليمن حيث تجدد العدوان في عدد من المناطق، برز ما نشرته القوات المسلحة اليمنية من مناورة واسعة لقوات الاحتياط فيها تحت عنوان اليمن سند فلسطين، وتحاكي اشتباكات برية مع قوات الاحتلال والسيطرة على مستوطناتها. هذه المستوطنات عند الحدود مع لبنان ما زالت خالية وفي وضعها الصعب نتيجة جبهة المساندة اللبنانية لغزة، والتي شهدت عددا من العمليات أسوة بالأيام الماضية. هذه المعطيات الميدانية كافة سنناقشها مشاهدينا في نشرتنا الميدانية اليوم مع ضيفينا الخبير العسكري والاستراتيجي شارل أبي نادر والخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية هاني الدالي. مرحبا بكما ضيفي الأعزاء. وأبدأ معك سيادة العميد، يبدو أنه خلال 24 ساعة الماضية توجهت الأنظار بشكل واسع وكبير نحو سوريا أو العراق بعد هذه الغارات وهذا العدوان الأمريكي الصارخ على سيادة هاتين الدولتين واستهداف مواقع عسكرية فيهما. ماذا لدينا من تطورات في هذه النقطة تحديدا؟ طبعا يعني الحدث الأساسي اليوم والذي سرق الأضواء ربما من كل الاشتباكات هو الموضوع المتعلق بالاستهدافات الأمريكية، الاعتداءات الأمريكية على مواقع لأطراف محور المقاومة بين العراق وسوريا. إذا اعتبرنا أحمد أن هناك ميدان تقريبا نستطيع من خلال الإشارة إلى هذا الميدان أو الإضاءة على هذا الميدان أن نستنتج عدة نقاط أساسية لأهداف هذه العملية. بداية يعني الأمريكيون إعلانيا وإعلاميا أعطوها عنوان رد انتقامي على استهداف النقطة 22 يعني الأحد الماضي في هذه المنطقة وسقوط 3 قتلى للجيش الأمريكي وأكثر من 35 جريح. أعطوها عنوان الرد الانتقامي. ولكن إذا دخلنا في موضوع الميدان الجغرافي نستطيع أن نستنتج أكثر من نقطة أساسية مختلفة عن تفسير الرد الانتقامي. بداية نشاهد على خارطة الصغرى تقريبا أماكن الاستهداف. نلاحظ أنها في سوريا بداية الشرق السوري تقريبا على يعني نهر الفرات تقريبا في منطقة حويجة صقر، منطقة عياش، مطار دير الزور ودير الزور، مدينة الميادين، حتى منطقة البوكامال. هذا في المنطقة السورية. وأيضا على الخارطة الكبرى تعدت هذه المنطقة الاستهدافات إلى مناطق داخل البادية تقريبا كرب تدمر ومنطقة تدعى مزار علي في هذه المنطقة، هي في منطقة داخلية. إذا نتكلم عن استهدافات في هذه على هذا الخط تقريبا. نتكلم أيضا عن استهداف داخل العراق، منطقة البوكمال، منطقة القائم تقريبا، منطقة أو مدينة صغرى، مدينة عكاشات في هذه المنطقة تقريبا، عكاشات يعني هنا في هذه المنطقة. نلاحظ أن هذا الخط أو على 3 اتجاهات بقعة الاستهداف الأمريكي. طبعا هي استهدفت مراكز لأطراف محور المقاومة، ولكن هذه المنطقة إذا عدنا دراستها من الناحية الجغرافية هي نفسها المنطقة التي كانت تتمركز فيها وتقاتل فيها وحدات محور المقاومة داعش خلال فترة احتلال داعش لقسم كبير من البادية وللمناطق الشرق السوري. هذه المناطق إذا تكلمنا يعني من منطقة البوكمال أو إذا انطلقنا من منطقة الهدف، إذا اعتبرنا أن الهدف الأساسي هو رد انتقامي على النقطة 22، من النقطة 22 إلى آخر أو أعلى نقطة تم استهدافه على نهر الفرات في المناطق القريبة تقريبا من حويجة صقر ومنطقة عياش نتكلم عن أكثر من 350 كيلومتر تقريبا، بينما منطقة عكاشات هي تقريبا حوالي بحدود 100 كيلومتر تقريبا باتجاه النقطة 22 من منطقة الاستهداف في العراق. الفصائل التي تم استهدافها في مراكزها الأساسية يعني ليس فقط المراكز التي ربما هي قواعد إطلاق صواريخ أو مسيرات، هي مراكز اللوجستية، مراكز المنامة، بمعنى مقرات ثابتة يعني. مقرات ثابتة، مراكز المنامة، يعني السكنات أو المواقع العسكرية على الحدود التي هي تواجه داعش. حتى الآن ما زال نشير إلى منطقة سيطرة داعش تقريبا، هناك تواجد لداعش ودائما ينفذ عمليات في البادية باتجاه تدمر
وباتجاه يعني باتجاه تدمر او باتجاه طريق تدمر دير الزور، كان يستهدف احيانا حافلات للجيش العربي السوري، احيانا مدنيين. نستطيع ان نقول انه تواجد لداعش ليس بكامل هذه المنطقه، ولكن ضمن هذه المنطقه التي هي بين دير الزور وبين تدمر وبين التنف. هذه هي الفصائل التي تم استهدافها، وهي تنتشر على هذا الخط اذا لاحظنا احمد، وتشكل مثلث في انتشارها، رابط بين فصائل محور المقاومة التي ما زالت تقاتل داعش في الأنبار في هذه المناطق وفي شرق سوريا وفي المنطقة الغربية الجنوبية الغربية للعراق. وكأن الهدف العملي والفعلي هو استهداف الذي يواجه داعش أو الذي ثبت خلال فترة المواجهات ضد داعش، والذي حتى الآن هو يشكل الرابط الأساسي بين المقاومة في العراق والمقاومة في سوريا التي ما زالت تواجه داعش. هناك مجموعات هي موجودة لداعش بشكل ثابت، الوجود الأمريكي في التنف يتواكب معها. هذه المجموعات هي هدفها الرئيسي الأساسي مع الاحتلال العراقي، في الاحتلال الأمريكي للعراق ولسوريا لمناطق يعني أساسية من العراق. نستطيع أن نقول أنه احتلال إلى حد ما، لأن هناك اتفاقات تفرض فرض، ولأن هناك لا تقيد بالبنود والبروتوكولات التي على أساسها تتواجد الوحدات الأمريكية في العراق. لذلك نستطيع أن نقول ما يشبه الاحتلال، بالإضافة للاحتلال الأمريكي كامل الشرق السوري. دور هذه المجموعات هي كما قلنا خلق الرابط وحماية الرابط الأساسي بين العمق الداخلي المحرر من داعش في سوريا وبين المناطق الأنبار أيضا التي تفتح باتجاه بغداد والتي تحمي بغداد. من هنا نستطيع أن نقول أن الهدف الفعلي الواقعي هو استهداف هذه المجموعات التي يعني واجهت داعش والتي ما زالت هي كانت ثابتة بمواجهة داعش. للتأكيد على هذا الموضوع، مؤشر الأساسي خلال الاستهدافات بالأمس، استهدافات الوحدات الأمريكية تقريبا، حصل هناك يعني أفادت وحدات الأمن العراقي أن هناك تمدد لمجموعات من داعش على طرق بين مناطق باتجاه الأنبار وعلى باتجاه مناطق القائم في هذه المناطق. يعني تعتقد أن ربما كان هناك استغلال لحالات القصف التي طبعا شنها. هذا استغلال كامل، والأمريكيون أيضا يظهرون تواجد داعش لكي يقولوا أن أي مس بالتواجد الأمريكي هذا سوف يؤثر على تواجد داعش وعلى نفوذ داعش في المنطقة. سأنتقل إليك دكتور هاني الدالي، يعني الغارات الأمريكية التي شنت على مواقع في سوريا والعراق تعقبها رد من المقاومة العراقية باستهداف بعض القواعد الأمريكية وتحديدا قاعدة حرير تم استهدافها من قبل المقاومة العراقية، برأيك يعني ما دلالات هذا الأمر بعد هذا الكم من الغارات الأمريكية؟ طبعا الدلالة الأولى حول ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات هو يأتي في سياق الضربة والصفعة القوية التي وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة القاعدة العسكرية في الأردن ومقتل 3 من جنودها وإصابة 40. طبعا وهذا بالتأكيد أن هذه فعلا كانت صفعة قوية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت الضربات تكتيكية وليست استراتيجية، وواضح أنه كان هدف هذه الضربات أولا يعني الانتقام من نتيجة الضربة ردا على الضربة المؤلمة التي حدثت في الأردن، ثانيا حفظ ماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها فعلا هذه يعني الضربة كانت لها تأثير على صورة الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الثالث طبعا أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تثبيت قواعد الاشتباك، لأنه ما حدث تجاوز لقواعد الاشتباك وتجاوز واضح. طبعا هناك رسائل أيضا داخلية للمجتمع الأمريكي، وخاصة أن الصورة العامة لبايدن أنه رجل ضعيف وأنه يعني رئيس من أضعف رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هنا كان الرد ليثبت للمجتمع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل بايدن تدافع عن مصالحها في المنطقة، وكذلك أيضا هو يرسل رسالة للجمهوريين الذين يزودون بشكل كبير وبشكل مباشر على بايدن. ولكن هناك نقطة مهمة في عمليات الرد، كان واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز الخطوط الحمراء، بمعنى أنها لم تضرب، لأنها اتهمت بالبداية إيران وأذرع إيران في المنطقة، لم تضرب إيران بشكل مباشر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا عمليات الاستهداف كانت عمليات يعني واضح أنها كانت مركزة على مواقع، على منامنات، على يعني ليس أهداف نوعية
يعني ممكن تكون قاتلة، بمعنى استهداف مواقع نوعية أو استهداف قيادات نوعية. هذا واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيد في هذه المنطقة، ولا تريد أن توسع الحرب، يعني أن تكون حرب شاملة، وهذا واضح من خلال الضربات الموجودة. ولكن أنا هنا نقطة مهمة أود أن أشير إليها، وهي أنه واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمليات سواء كانت ضربات التكتيكية الموجودة أو عمليات مواجهة القوات اليمنية، واضح أنها تؤمن المخاطر التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي أو الدول أو التي تساند الشعب الفلسطيني. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تكفلت في هذا الجانب، وخاصة أي يعني خطر خارج فلسطين، واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وأذرعها أيضا في المنطقة تواجه هذا الخطر وتتكفل فيه نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد هذا يعتبر مشاركة واضحة في العدوان على شعبنا الفلسطيني. مشاركة كانت مباشرة في قطاع غزة، والآن مشاركة في ضرب الدول التي تساند شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. يعني بالحديث عن ردود المقاومة العراقية على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي استمرت رغم الغارات الأمريكية واستمرت في استهداف القواعد الأمريكية، بثت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد إطلاق طائرة مسيرة باتجاه قاعدة حرير الأمريكية في أربيل. نشاهد. هذا ونشرة المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد لإطلاق طائرة مسيرة استهدفت قاعدة القوات الأمريكية في خراب الجير في سوريا. إذن سيادة العميد، كانت هذه مشاهد لإطلاق المقاومة العراقية لطائرات باتجاه قواعد أمريكية سواء في العراق وفي سوريا، ولكن فيما يتعلق بالغارات الأمريكية وهي تعتبر الحدث الأبرز على سوريا والعراق، كان لافتا إعلان الولايات المتحدة في بيانها أن قاذفات استراتيجية انطلقت من الولايات المتحدة لتشارك في شن هذه الغارات، مع أنه كان بإمكان الولايات المتحدة أن تستعين بهذه القاذفات من دول إقليمية، أي تطلق من دول إقليمية. ما دلالات وما أسباب استخدام الولايات المتحدة لقاذفات تنطلق من أمريكا نفسها؟ يعني هناك بعدين في هذا الموضوع. طبعا هناك بعد إعلامي أو إعلاني يتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أهمية قصوى لهذه العملية، لهذا الرد الانتقامي، لحماية وحداتها، لكي لا يفكر أحد أن يستهدف قواعدها. هذا في البعد ربما المعنوي، أن تقوم بإرسال القاذفات الاستراتيجية الأحدث لديها، والتي هي كانت دائما يعني المعيار الرئيسي في المواجهة الاستراتيجية ضد الروس وضد الصين بشكل عام، يعني في الحرب الباردة. هذه نقطة. البعد العسكري، طبيعة الاستهداف أحمد ربما أنا بتقديري تستدعي هذا التدخل بالقاذفات البعيدة. لماذا؟ عندما نتكلم عن استهداف العملية كاملة حسب كل المعطيات الأمريكية وغير الأمريكية، تجاوزت لا تتجاوز النصف ساعة تقريبا، وكان تم استهداف 85 هدف في شرحنا المواقع في مناطق مختلفة. 125 قذيفة دخلت التوجيه، 125 صاروخ أو قنبلة موجهة أو قنبلة ذكية خلال نصف ساعة. هذا الموضوع خلال النصف ساعة ربما هي تريد أن تنهي عمليتها في هذا الوقت الضيق. هذا الموضوع لا تستطيع أن تنفذه بقاذفات F-16 أو F-35 أو F-15 من القواعد الجوية. هي القاذفة الاستراتيجية B-52 أو B-2، يعني من غير الواضح ماذا استعملت، ومن غير الواضح يعني عدد القاذفات التي استعملتها. بمطلق الأحوال هذه القاذفات مدى عملها 14000 كيلومتر، يعني نتكلم عن بين القطاع التي استهدفت فيه والولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن 10000 كيلومتر تقريبا، هو مدى كامل قادرة أن تتدخل وبراحة أساسية. هذه النقطة. النقطة الأخرى، حمولة هذه القاذفات تتجاوز 32 طن تقريبا من الصواريخ الموجهة والقنابل الذكية. هي تحمل عدة أنواع من الصواريخ، كروز، صواريخ توماهوك، تحمل صواريخ ضد السفن، هاربون ضد السفن، تحمل صواريخ رابتور جو جو. كل هذه القدرات تستطيع القاذفة الاستراتيجية B-52 أو B-2 أن تحملها. لذلك أنا بتقديري لأنها
مقيدة بتوقيت ضيق استعملت هذه القاذفات نظرا لحمولاتها الضخمة. وهذا الموضوع يعني كما يقال نستطيع أو تواكبه مع البعد المعنوي الذي تقول أنها استعملت القدرات الأساسية استراتيجية في هذه العملية. نعم. طب دكتور هاني الدالي، يعني أعلنت الولايات المتحدة بأن ردها في سوريا والعراق سيكون على مراحل وعدة أيام، هل هو تمهيد لاستمرار هذا الرد أم ربما هو لدراسة ردود الفعل ويتم التقييم بناء عليه؟ لا، واضح هذا التصريح هو استمرار لعمليات الضربات التي وجهت ل يعني الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كما حدث في اليمن، بمعنى أن اليمن حتى الآن واضح أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية حملتها لم تنتهي حتى هذه اللحظة، تستمر في ضرباتها، وواضح أنه ليس بانتظار رد فعل، لا هو استمرار لهذه الضربات، ولكن واضح أيضا من خلال ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية سواء القاذفة التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديري إما هدفها يكون توصيل رسالة ردعية أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لاستخدام أسلحة أبعد من ذلك، أو الهدف هو لاستخدامها للدقة في ضرب الأهداف التي اختارتها الولايات المتحدة الأمريكية، أو هدف آخر هو التغطية على القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية في الدول العربية. هي تحاول قدر الإمكان بتقديري أن تغطي على هذه الدول من خلال حديث الولايات المتحدة الأمريكية أن القاذفات أو الصواريخ انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كل هذا الاتجاه واضح أنه حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الضربات هي ضربات تكتيكية وليس ضربات نوعية تستطيع أن تؤثر، تريد أن توصل رسالة أنه أريد أن أحفظ ماء وجهي، أريد أن أرسل رسالة للمجتمع الأمريكي، وكذلك أنا لا أريد أن أوسع في هذه المنطقة الحرب الموجودة أن تنتقل إلى حرب إقليمية، وهذا كان واضح من خلال السلوك. ولكن دكتور هاني، يعني برد الفعل العراقي، برد الفعل الذي صدر عن الحكومة العراقية والذي نفت فيه أن الولايات المتحدة قد نسقت معها الضربات وبأنها استهدفت يعني جهات رسمية تتبع للقوات المسلحة العراقية في بعض هذه الغارات، ألا يفتح هذا الموضوع الاحتمال على التوسع إذا ما استمر هذا العدوان الأمريكي على مدار الأيام القادمة، وبالتالي تنتفي فكرة أن هذا الرد تكتيكي؟ نعم، هذا طبعا واضح من خلال الضربات السابقة لليمن، واضح أنه انعكاساتها كانت ليس كما رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية، انعكاساتها كانت يعني باتجاه التوسع وليس باتجاه أنه تكون رادعة أو تكون رسائل تحذيرية، وواضح أن هناك تحدي سواء كان من اليمن أو من العراق أو من معظم الدول التي تم استهدافها، هناك تحدي للولايات المتحدة الأمريكية، هناك توسع لعمليات الاستهداف للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة، وكذلك في منطقة البحر الأحمر الاستهدافات الأمريكية نتائجها كانت عكسية وليس كما توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تحدي واضح من القوات اليمنية كان سابقا تستهدف الكيان الإسرائيلي، السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة للكيان الإسرائيلي، بعد الضربات الأمريكية الأمر توسع وهناك صار أصبح الاستهداف للمصالح الأمريكية وكذلك المصالح البريطانية وحتى السفن البريطانية، بمعنى أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من محاولة يعني تخفيض التصعيد ينعكس سلبا بتوسيع عملية الصراع في المنطقة وحرب إقليمية، وهذه الحرب ممكن تتوسع من إقليمية حتى ممكن تتوسع إلى دولية، ولذلك على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبحث عن السبب وتقوم بوقف يعني الاحتلال الإسرائيلي. الأسباب ما يحدث في المنطقة هو إسناد للشعب الفلسطيني، سبب ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة عدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لذلك مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على شعبنا الفلسطيني، وبذلك تنتهي المنطقة وينتهي الإسناد لشعبنا الفلسطيني، لأن سبب الإسناد واضح هو صحيح. كمان أيضا هو يأتي في إطار القانون الدولي، وحتى القانون الدولي التي تحدث عنه محكمة العدل العليا، محكمة لاهاي في موضوع أنه رفع الحصار عن قطاع، وقف العدوان على أو وقف القتل على الشعب الفلسطيني، وما يحدث من اليمن وكل الجبهات المساندة هو يأتي في إطار القانون الدولي، بمعنى هنا هو يضغط لوقف العدوان صحيح. على شعبنا الفلسطيني وإدخال المساعدات لقطاع غزة. بالحديث طبعا عن قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر وبأن كل ما يحصل في المنطقة هو يأتي في إطار المساندة لهذا القطاع المحاصر، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع اليوم
20 في ملحمة طوفان الأقصى. يعني سيادة العميد بكل تأكيد هناك تطورات شهدها قطاع غزة كما في كل يوم، وإن يعني كانت الظروف ربما مختلفة اليوم، ماذا لدينا على جبهة هذا القطاع المقاوم منذ 120 يوم؟ طبعا يعني لدينا الصورة الرئيسية الأساسية بشكل عام أن العدو ينسحب، يعني هذه نقطة كافية أن نقول أنه بعد يعني حرب وعدوان ضخم نهز 120 يوم تقريبا مع أهداف أساسية، العدو اليوم ينسحب والمقاومة تتمدد في أغلب المناطق وتفرض الشروط أو تثبت على الشروط الأساسية كما هي وضعتها منذ البداية. هذه الصورة ربما تعطي عدة معاني يعني من الناحية المعنوية ومن الناحية العسكرية. في الموضوع الميداني تقريبا هناك انسحاب في الشمال، ولكن هناك اشتباكات تقريبا في المناطق الغربية، يعني في على هذا الخط تقريبا، أيضا في منطقة حي الشيخ رضوان، منطقة النصر، منطقة الصناعة، ربما تساعدني أحمد، منطقة الصناعة صحيح. تقريبا في المناطق الغربية تقريبا في المنطقة، منطقة تل الهوى تقريبا منطقة تل الهوى في هذه المنطقة. السبب أنا بتقضية هذه الاشتباكات وكأن العدو يحاول أن يؤمن انسحاب كامل مجموعاته من داخل التي من المناطق التي توغل بها. بالمقابل يعني المقاومة هي تحاول أن تلاحقه، هناك استهدافات في هذه المنطقة، هذا هو سبب الاشتباكات أنا بتقديري، لأنه عندما يكون هناك انسحاب من أغلب المناطق تقريبا هذه المنطقة إذا كانت ما زالت العدو من المنطقي أنه لن يثبت فيها، يعني هو واضح أنه يحاول أن يؤمن انسحاباته بطريقة لا تحصل له خسائر، في المقابل المقاومة تضغط عليه، هذا هو مبدأ الاشتباكات أو سبب الاشتباكات أنا بتقديري. أيضا المناطق الغربية من خان يونس ما زال هناك زنار من الحصار ومن الضغط من المناطق الغربية، هناك مجازر تقريبا في حي الأمل، في المنطقة المستشفيات، في هذه المناطق، بالإضافة طبعا للمناطق الأساسية باتجاه مدينة حمد ومنطقة الجنوب القرارة تقريبا في هذه المنطقة. هذا هو تقريبا المناطق، بينما في المناطق الأخرى في الوسط لا يوجد اشتباكات، يعني اليوم رأينا بعض المشاهد لمواطنين من غزة هم على البحر تقريبا في صحيح. المناطق الغربية، يعني الشارع الغربي أو شارع الرشيد، شارع الرشيد الأساسي هو كان منطقة قتل ليستعملها العدو، هناك منطقة كبيرة أو نقطة يعني مساحة كبيرة من هذا الشارع اليوم هناك تواجد كامل للمواطنين وخاصة لوسط القطاع في هذه المنطقة. يبدو يعني أن حتى الآن يعني أنا دائما أتكلم أن لا أصدق أن العدو ينسحب في هذه الطريقة وأنه لا يخبئ خدعة معينة أو فخ معين، يجب دائما أن نحتاط لهذه النقطة لأن لديه الإمكانية القدرة القتالية. هل يمكن أعتبره عادة انتشار سيادة العميد وليس انسحاب بالمعنى الحرفي؟ من غير الواضح، هذا هو الغموض في مناورة العدو، كيف يمكن أن ينسحب ويربط هذا الموضوع في عدم وضوح الرؤية بالنسبة للتسوية بالنسبة لموضوع الأسرة، هذا الموضوع غير واضح، من غير المنطقي أن نذهب باتجاه أنه ينسحب دون أن ينهي هذا الموضوع أو أن يصل إلى نقاط معينة في هذا الموضوع. يحقق إنجازات ملموسة يقدم. صح، لذلك أنا أقول دائما أن هذا الانسحاب لا يمكن أن نعطيه انسحاب ولا إعادة انتشار، يمكن أن نعطيه مناورة، دائما أنا أسميها مناورة لأنه لديه الإمكانية أن يتدخل ساعة يريد بدباباته بمسيرته وبقذائفه. وهذا ما حصل في غرب مدينة غزة تحديدا تل الهوى ومجمع شفاء الطبي، هو ينسحب إلى حدود منطقة التوغل الأولى مستوطنة نتسريم ثم يعاود الدخول إلى غرب غزة. أكثر من منطقة انسحب وعاد انسحب وعاد، لذلك لا يجب أن نصدق وأعتقد أن المقاومة هذا الموضوع تأخذه بعين الاعتبار. هذا بشكل عام تقريبا الجبهة على كامل القطاع. تمام، طيب سأنتقل إليك دكتور هاني، يعني فيما يتعلق بجبهة قطاع غزة وعن أسباب التي يعني تحدث سيادة العميد فيما يتعلق بما يسمى ربما انسحاب أو عادة انتشار أو ربما هي خديعة إسرائيلية، باعتقادك يعني الانسحاب من محور شمال غرب مدينة غزة تحديدا منطقة السودانية ومسجد الخالدي وغيرها والعطاطرة وصولا إلى أقصى شمال القطاع والبقاء في منطقة غرب جنوب غرب مدينة غزة أي تل الهوى ومنطقة الصناعة والجوازات والجامعات، يعني هو ينسحب من جهة ويبقى في جهة ثم يعاود عكس هذا الموضوع، يعني برأيك ما هو السبب الميداني العسكري الذي ربما يدفعه إلى الاستمرار؟ هل هو فقط كونه مناورة برية؟ طبعا واضح الاحتلال الإسرائيلي في المناطق اللي انسحب منها شمال قطاع غزة
واضح انه المقاومه كانت عنيفه وشديده جدا. احنا عندما نتحدث عن الشيخ رضوان والشاطئ وشمال قطاع غزه بيت لاهيا، اليوم حتى تحديدا انا قبل قليل تواصل معي احد الاصدقاء انه هناك كان مقاومه شرسه جدا في منطقه بيت حنون. واضح انه الاحتلال فعلا واجه مقاومه شرسه. تقصد في اقصى شمال شرق قطاع غزه في بيت حنون؟ اقصى شمال شرق قطاع غزه، هذه المنطقه اللي الاحتلال الاسرائيلي مسح معظم هذه المنطقه، ومع ذلك اليوم كان هناك اشتباكات يعني شديده جدا، وكان واضح هذه الاشتباكات مع الاحتلال الاسرائيلي. واضح انه الانسحابات التي حدثت من هذه المناطق نتيجه المقاومه الشرسه. الاحتلال الاسرائيلي في منطقه غرب غزه او منطقه غرب جنوب قطاع غزه وتحديدا منطقه تل الهوى ومنطقه الجوازات وهذه المناطق التي تنطلق الاليات، بالمناسبه هناك اختلاف عن الاليات والتعزيزات العسكريه التي تنطلق واليات الاحتلال من هذه المنطقه تختلف تماما عن منطقه شمال قطاع غزه. هذه المنطقه التعزيزات تاتي من منطقه نتسريم، مفترق نتسريم باتجاه شارع البحر شارع الرشيد، ومن هناك يكون عمليات التفافيه لهذه المناطق. الاحتلال الاسرائيلي يعتبر انه من بدايه العدوان على قطاع غزه انه سيطر على منطقه تل الاسلام، وتحدث الاحتلال اكثر من مره حول هذا الموضوع، ولكن واضح انه العمليه التي لذلك كان هناك تواجد لاليات الاحتلال في هذه المنطقه، وواضح انه حتى العمليات العسكريه في هذه المنطقه الايام في هذه الايام يمكن هي اكثر من المناطق السابقه، ولكن واضح انه المقاومه الفلسطينيه تمتلك قدره على يعني اعاده ترتيب صفوفها وتعويض الفاقد سواء كان من الأسلحة أو في موضوع المقاتلين، وهذا كان واضح من العملية التي حدثت بالأمس وأعلنت عنها كتائب القسام، وتم قتل أكثر من 15 بين جندي وبين ضابط، وبالتأكيد المقاومة يعني تتصور هذه العملية كما عودتنا في عمليات سابقة، عمليات التصوير وإثبات ذلك من خلال هذا الوضع. بالحديث هناك تفكير من الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من هذه المنطقة كما حدث من مناطق ثانية، ولكن أنا أتفق مع سيادة العميد حول أن هناك أعمال خداعية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في عمليات المناورة، يوهم أن هناك انسحاب، قد يكون هناك كمائن وخداع في مناطق معينة، أو عمليات دخول فجأة وسريعة إلى مناطق معينة لتحقيق أهداف معينة، سواء كان حصول على معلومات أو كان هناك هدف معين يريد الانقضاض عليه أو تحقيقه. ومع ذلك حتى في هذه العمليات الخداعية أنا بتقديري أنه فعلا المقاومة الفلسطينية ترصد كل تحركات الاحتلال الإسرائيلي وكل المحاولات اللي حاول الاحتلال الإسرائيلي فيها أن يتقدم لتحقيق أهداف سواء الأنفاق أو قادة المقاومة أو عمليات جمع معلومات. واضح أن المقاومة في المراحل السابقة استطاعت أن طبعا استخلصت العبر المقاومة بكل تأكيد، واستخلصت العبر بالتأكيد، واستدرجت أيضا المقاومة استدرجت الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في عمليات خداعية وشركية أنفاق أو يعني مباني أو كذا، وقتل جنوده. هذا واضح هو بالحديث عن فعل المقاومة الفلسطيني والذي هو موثق بالعادة، يعني إسرائيل القدس أعلنت أنها مجاهدية استهدفوا جرفة للاحتلال في آخر شارع المدرسة في حي الأمل في خان يونس، واشتبكوا مع جنود العدو من نقطة صفر فأوقعوهم قتلى وجرحى وغنموا أسلحتهم وعتادهم. كما أعلنت إسرائيل القدس إسقاط طائرة صهيونية من دون طيار من نوع كواد كابتر، وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء محور التقدم جنوب غرب خان يونس. نشاهد. كذلك عرضت إسرائيل القدس مشاهد الاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون على محاور المواجهة في خان يونس. الله أكبر. الله أكبر.
يعني بعد عرض هذه المشاهد سيادة العميد أود منك تعليق، يعني اعتدنا على أن المقاومة تتبع أسلوب أضرب وهرب عادة وتختفي مباشرة، ولكن في المقطع الفيديو الأول على تماس مباشر وعلى بعد مئات الأمتار يتم استهداف القوات الإسرائيلية بسلاح ثقيل ثابت، يعني سلاح ثقيل وهو على بعد مئات الأمتار، ربما هو من نوع دوشكا أعتقد يستهدف في المقاومون الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بهذه الثقة وهذه الجرأة والقدرة على التعامل مع هدف إسرائيلي ثابت من خلال سلاح أيضا ثقيل رصاص، يعني استخدم الرصاص، كيف يمكن أن نرى هذا الأمر؟ يعني المشهد الذي رأيناه هو مختلف عن بداية المواجهات، يعني نتكلم عن مسافة طويلة، أعتقد أن يعني حسب المدى حوالي 500 متر تقريبا. اليوم كنا نتكلم أحمد أن هناك ميادين أصبحت مفتوحة، هناك انسحاب للعدو، ربما هذه المنطقة هي في المناطق المكشوفة باتجاه بيت حنون أو بيت لهيا، في هذه المناطق البعيدة عن المناطق السكنية، واضح أنها المناطق يعني في جباليا، هي تقريبا من شرق جباليا، من شرق جباليا تقريبا، هي منطقة مفتوحة، هي منطقة مفتوحة ويمكن استعمال هذه الأسلحة، وخاصة اليوم أن هناك ابتعاد لوحدات العدو أو دبابات العدو من الوسط، هذا من ناحية، من ناحية أخرى لناحية الهواوين، يعني كما شاهدنا لاحظنا أن هناك نوعين، يعني طبعا الهاون الصغير 80 ملم أو 82 ملم وهاون 120، والملاحظة اللافتة كنا نشاهد زاوية بسيطة وزاوية مرتفعة وكأننا نتكلم عن مسافات. نعود لموضوع المسافات، هناك معالجة لأهداف للعدو أو تجمعات للعدو، يعني الزاوية المرتفعة جدا نتكلم عن ربما رماية حد أقصى 200 متر تقريبا، هذه يعني الزاوية هناك التهام والتصاق، هناك يعني التهام ويعني هناك أرجحية وراحة باستعمال الهاون وراحة باستعمال الدوشكا أو الأسلحة الرشاشة. نعود للنقطة التي تكلمت عنها أنا في البداية، أن المقاومة عادت لسيطرتها بالكامل والانسحاب للعدو هو انسحاب، يعني ترك نفوذه أو ترك سيطرته أو ترك قدرة تأثيره في الميدان انطلاقا من هذه المشاهد التي رأيناها. طيب يعني ننتقل من قطاع غزة إلى جبهة أخرى مساندة لهذا القطاع المحاصر والمقاومة وهي الجبهة اليمنية سيادة العميد، يعني في الجبهة اليمنية قوات الاحتياط المركزي التابعة للقوات المسلحة اليمنية تنفذ مناورة عسكرية تحاكي السيطرة على مواقع ومستوطنات إسرائيلية مفترضة، وذلك ضمن الجاهزية والاستعداد لمعركة الفاتح الموعود والجهاد المقدس تحت شعار اليمن وسند فلسطين. نتابع مقتطفات من هذه المناورة ثم نناقش. Thank you.
الفرايات يا ما عدو تحرق يا ربي لك الحمد. الآن قوات المشاة متحركة نحو منطقة الأبيض اقتحامها. قال المجاهدون يغدوا من اقتحام مواقع العدو نسيطر عليها بإذن الله. إذن كانت هذه جزء من مشاهد لمناورة عسكرية بثتها القوات المسلحة اليمنية. وقد كان دكتور هاني الدالي يعني لافتا عنوان هذه المناورة وبعض المشاهد التي احتوتها عنوان هذه المناورة: اليمن سند فلسطين. وقد شاهدنا في هذه المناورة العلم الفلسطيني يرفرف إلى جانب الأسلحة المستخدمة في تنفيذ المناورة رغم كل الغارات الغربية على التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن.
كما شاهدنا ما زالوا على نفس المسار وعلى نفس الخط، يعني كيف تنظر المقاومة الفلسطينية باعتقادك إلى مثل هذه المناورات التي تحمل هذا الشعار الشريف؟ طبعا واضح انه القوات اليمنيه من خلال هذه المناوره وهي تحاكي اقتحام مستوطنات اسرائيليه ومواقع اسرائيليه بالتاكيد هي رساله مهمه. اولا هذه الرساله هي رساله تضامن ووقوف لجانب الشعب الفلسطيني، ورساله ايضا يعني تاكيد على الموقف اليمني بمسانده شعبنا الفلسطيني، وان المسانده ليس فقط هي مساندة بموضوع منع الاحتلال من يعني منع سفنه من الوصول أو منع السفن الأخرى من وصول الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لا، هي رسالة أن اليمن جاهز لأبعد من ذلك، جاهز للمساندة المباشرة في حال تطلبت يعني ضرورة الميدان والضرورة يعني الميدانية لإسناد الشعب الفلسطيني، بمعنى أن هناك أيضا حتى لو كانت المراحل مراحل اقتحام لمستوطنات وأن تكون هناك حرب أوسع من ذلك، فاليمن واضح أنه هذا الأمر يأخذ جل التفكير وليس فقط التفكير. يعني عندما نتحدث عن خطط عسكرية عنوانها اقتحام مستوطنات، بمعنى أن هذا السلوك هو يعني يشغل تفكير القوات اليمنية والقيادة اليمنية والشعب اليمني في إسناد الشعب الفلسطيني، بأن أن 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 ذلك أيضا هو ما يحدث هو عملية مصغرة لإسناد الشعب الفلسطيني، وأيضا لو الأمر تطلب أن يكون هناك تحرير كامل لفلسطين، فاليمن ستكون أول الدول المشاركة في هذه الحرب التي من خلالها سيتم إزالة إسرائيل من الوجود، وهذا بالتأكيد مطلوب ليس من اليمن أيضا، هذا واجب الأمة العربية والإسلامية ومطلوب حتى من الدول الأقرب من اليمن أن تقوم بهذا الدور، سوريا ومصر والأردن وكل الدول المجاورة للشعب الفلسطيني، وبالتأكيد هذا الموقف يعني له تقدير للشعب الفلسطيني وله يعني شكر من شعبنا الفلسطيني لما تقوم به اليمن من إسناد شعبنا، وكذلك من كل هذه المناورات وكل هذه الرسائل. نعم. التي تزيد يعني من وقوف اليمن وشعب اليمن إلى شعبنا الفلسطيني، وكذلك مواجهة كل التحديات التي من المستقبلية التي قد يعني تكون مخاطر لشعبنا الفلسطيني. طيب سيادة العميد، يعني حتى هذه اللحظة المعركة بين اليمن وبين قوى الاستعمار والاستكبار بشكل عام إسرائيل وحلفائها اعتمدت أو ارتكزت على المواجهة عن بعد، بمعنى استهداف السفن في البحر الأحمر وغارات من قبل الطيران واستخدام الطيران المسير، لكن هذه المناورة على ما يبدو تحمل بعدا آخر، شاهدنا استخدام مختلف صنوف الأسلحة البرية إضافة لاستخدام الطيران المسير، كان هناك استخدام صواريخ وأسلحة برية مثل مضادات الدبابات مضادات الدروع وكذلك حتى الأسلحة الخفيفة والاقتحام والسيطرة. عسكريا ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني بداية المناورة أو الموقف اليمني يترجم في ثلاثة اتجاهات، يعني كما تفضلت أحمد في موضوع البحر، الضغط البحري العالمي، نحن نتكلم عن اليمن اليوم يقوم بمناورة شبه عالمية يعني ضد الموضوع المتعلق بالسفن التي تدخل إلى الكيان أو المرتبطة بالكيان. الموضوع الآخر بالأمس تم إسقاط صاروخ باليستي قريب من منطقة إيلات، يعني انطلق من اليمن. هذا أيضا وجه من أوجه الموقف اليمني يترجم. الموقف الثالث والذي يبدو أنه اليمن يعمل لكي يذهب بعيدا في دعم قضية فلسطين هو عبر هذه المناورة البرية. بداية نتكلم عن الجغرافيا التي شاهدناها، جغرافيا تقريبا تحاكي الجغرافيا المتعلقة ربما بشرق القطاع، كما كنا نتكلم عن شرق جباليا منطقة تل الريس، المناطق تقريبا الشرقية بالإضافة لامتدادها داخل غلاف غزة، هذه نقطة أساسية مع مناطق ربما مفتوحة باتجاه البحر، يعني هذه مناورة تحاكي جغرافيا قريبة ربما من أماكن تدخل إذا تسنى للوحدات اليمنية الانتقال ودخول واستعمال جغرافيا يعني محيطة بالكيان إذا كان من لبنان أو من سوريا أو من الأردن، يعني هذا الموضوع قد يكون واردا يعني ولا يمكن أن يكون مستبعدا. رأينا أيضا يعني عملية مناورة كاملة في التغطية الصاروخية التغطية المدفعية في الحوامات، إذا هناك ملاحظة نفس الحوامات إذا لاحظنا التي استعملت إحداها على برج مراقبة في غلاف غزة عند عملية طوفان الأقصى، تقريبا نفس الحوامة نفس العملية ونفس هي ذات الحوامات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، حوامات الكواد كابتر، المقاومة استولت عليها واستعملتها، بالتالي هو استنساخ للتكنيك والتكتيك. هذه نقطة، يعني أغلب أسلحة أصلا الجيش اليمني هو تطوير
واللافت المهم في الموضوع أنه كان له الفرصة الحية في العمليات الحية في المعارك الحية على 6 سنوات وسبع يعني. لكي يطول قدراته ويطور تكتيكاته. هذه التكتيكات التي رأيناها هي نفذت عمليا في معارك قرب مأرب، في معارك في المناطق ربما القريبة من صعدة، القريبة من منطقة نجران على الحدود مع السعودية. كل هذه المشاهد القتالية التي رأيناها في المناورة، الأسلحة بكافة أنواع الأسلحة، الطيران المسير، كلها تم تنفيذها في العمليات القتالية الحية. لذلك هي مناورة قريبة للواقع بشكل كبير وتترجم القدرة اليمنية بشكل كامل. طيب سيادة العميد، هذا فيما يتعلق بجبهة المسندة وهي جبهة اليمنية، لكن لو أردنا نتحدث عن جبهة المسندة لشمال فلسطين المحتلة جنوب لبنان، ماذا لدينا اليوم؟ يعني الجبهة الجنوبية للبنان أو الشمالية للعدو، ربما اليوم نستطيع أن نقول أن هناك برودة في هذه الجبهة نسبة للأيام التي سبقت، ربما تتوافق مع برودة الطقس أيضا. ربما، ولكن أعتقد الموضوع يرتبط بأكثر من عامل. يعني العامل الأول الأساسي هو أن البرودة في غزة، شرحنا عن البرودة في غزة، هي أيضا قريبة من هذا الموضوع. يعني دائما كانت جبهة لبنان مرتبطة بغزة لأنها هي بالأساس جبهة دعم ومساندة لغزة. النقطة الأخرى اليوم التي رأيناها، كان هناك استهداف في منطقة مزارع شبا، استهداف عادي يعني لم يتطور، واستهداف في منطقة قريبة خربة ماعر في هذه المنطقة، هنا وادي مربط مدفعية للعدو في هذه المنطقة، بالإضافة لاستهداف منزل وتدميره في مستوطنة أفيفيم. هذه هي استهدافات تقريبا المقاومة عندما لا يكون هناك اعتداء على المناطق التي هي خارج منطقة الاشتباك من العدو الإسرائيلي. المقاومة لا ترد أو لا تستهدف منازل مدنيين أو لا تستهدف مدنيين بشكل كامل. دائما كانت يعني مناورة المقاومة اللبنانية أو حزب الله هي مناورة ردة فعل فقط، يعني هي فقط يتعلق الموضوع بغزة، يتعلق بالضغط، ويتعلق عندما العدو يتجاوز مستوى قاعدة الاشتباك الأساسية. انطلاقا من هذا الموضوع لا يمكن القول أن هذه الجبهة اليوم يمكن أن نقول أنها، لا نقول أنها تأثرت بشكل كامل بموضوع غزة، ولكن ربما العدو خفف من اعتداءاته وهي نقطة أساسية. متى خفف العدو من اعتداءاته؟ بعد أن أدخلت المقاومة القدرات الأخيرة التي رأيناها، رأينا مروحة واسعة من الأسلحة الصاروخية التي هي تسير على منظار مركب على الصاروخ، وهي كانت لافتة ومهمة، ورأينا أيضا استخدام مهم وأساسي وفعال لصواريخ فلق واحد ولصواريخ بركان. هذه القدرات التي دمرت مناطق في مستوطنات ودمرت سكنات معينة واستطاعت أن توصل رسالة مهمة عن قدرات المقاومة. أعتقد أن هذا الموضوع الذي أدخلته المقاومة أخيرا في أسلحتها النوعية هو الذي فرض هذا المستوى من التراجع في العدوان أو الاعتداءات الإسرائيلية. طيب فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية لفلسطين، عفوا للبنان، جالت كاميرا الميادين في بلدات في القطاعين الأوسط والشرقي عند الحدود اللبنانية المنتخمة لفلسطين المحتلة، وأبرزها عيترون وبليدة وميس الجبل. نتابع مع مراسلنا هناك علي مرتضى. نحن الآن في بلدة عيترون بالاتجاه نحو بلدة بليدة الحدودية، ندخل إلى القطاع، بداية القطاع الشرقي. بليدة هي أول قرية أو أول بلدة تعتبر في القطاع الشرقي، من بعدها تأتي بلدة ميس الجبل الحدودية، من بعدها تأتي بلدة الديس الحدودية، وبعد ذلك إلى كفركلة، وبعد ذلك نحو الخيام. وبالتالي هذا الخط يعتبر خط مواجهة. الضباب الذي يحيط بسبب الأحوال الجوية كما نرى الآن هنا، هذه آثار القصف الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهنا أيضا قصف إسرائيلي أيضا في هذه المنطقة. نلاحظ آثار الدمار في هذه المنطقة الناتج عن القذائف الإسرائيلية التي تطلق بشكل دائم باتجاه هذه البلدات التي تعتبر في خط المواجهة. هذه أثار الدمار إذن في بلدة بليدة، القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المنازل. كان هناك استهداف لمقاومين من حركة أمل في هذه البلدة، غارة جوية استهدفت منزلا في هذه المنطقة. نرى طبعا أثار الدمار اللاحق.
بجليدة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على البلدات الحدودية في القطاع الشرقي. نصل الآن إلى بلدة ميس الجبل، هذا مدخل البلدة التي أيضا تعتبر في خط المواجهة ومن ضمن خط النار التي تتعرض دائما أيضا لقذائف مدفعية وغارات إسرائيلية وقذائف فوسفورية، وتواجهها مستوطنة المنارة وتلة الطيحات. نقوم الآن بإجراءاتنا التقنية للقيام بالبث المباشر من بلدة ميس الجبل، هذه البلدة التي تقع مباشرة متاخمة على الحدود في مقابل مستوطنة المنارة. طبعا الطقس اليوم يساعدنا للاختباء من الطائرات المسيرة، ولكن للأسف الضباب يلف مستوطنة المنارة. نصلي بأن تشرق الشمس قليلا خلال تواجدنا حجم الدمار الذي لحق بهذه المستوطنة. طبعا بلدة ميس الجبل تعرضت للعديد من الغارات، تعرضت للعديد من قذائف المدفعية، والدمار فيها يمكن وصفه بأنه كبير، ولكن حتى هذه اللحظة لا زلنا نشهد عمليات المقاومة الإسلامية باتجاه مواقع الاحتلال المقابلة لميس الجبل، لاسيما حينما نتحدث عن طلة الطيحات، لاسيما حينما نتحدث عن بياض بليدة، حينما نتحدث عن موقع المنارة، عن مستوطنة المنارة، وكل هذه المواقع المحيطة ببلدة ميس الجبل. علي مرتضى، ميس الجبل، الميادين. إذن يا مشاهدينا الكرام، كانت هذه الجولة التي قام بها مراسلنا في جنوب لبنان علي مرتضى، وجال فيها على بعض البلدات اللبنانية الحدودية، ومنها رصدت المستوطنات أيضا الإسرائيلية المحادية. وصلنا إلى ختام هذه الساعة من الميدانية، جزيل الشكر طبعا لضيفي هنا سيادة العميد شارل أبي نادر. شكرا لك، وأيضا للخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية دكتور هاني الدالي، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى، في أمان الله.